أقصر طريق للثراء. هذا رجل اسمه توم كيرلي سوى دراسة يبغى يشوف يعني الأثرياء ووضعهم ويعني حققوا الثراء وكيف يعني مين أسرع من مين ومين وصل ومين ما وصل. فجمع كل الأثرياء ومجموعة من الأثرياء وقعد يدرسهم، يدرس يعني شلون وصلوا وين الطريق الأقصر. واكتشف أنه غالباً في أربع طرق، للثراء. وقال أنه الطريق الأول هو طريق الادخار، طريق أنه أنت تجمع فلوس تجمع فلوس تجمع فلوس تجمع فلوس، بعدين لما توصل مبلغ معين تقدر تأسس فيه مثلاً، تتملك فيه بيت أو شيء، تستثمر في هذا البيت وهكذا، يعني بناء بطيء. فيقول أنه في ناس وصلوا للثراء من خلال الادخار. أوكي، شكله في إرسال كويس. هذا عقب المطر، نشوف الحين. طيب الطريقة الثانية أو المجموعة الثانية، وجد أنهم هم دخلوا في وظائف جيدة وترقوا لمناصب حتى وصلوا إلى يعني منصب عالي جدا في الشركة، يعني أصبحوا مدراء إدارات أو رؤساء تنفيذيين، وهذا جعلهم يتسلمون مبالغ كبيرة أو نسب مرات من الشركة. كل ما كان في شركة ناجحة وشركة جيدة، كل ما استلم راتب كبير وكل ما صار عنده مرات نسبة من الشركة، وهذه الأموال هي اللي أدخلتهم عالم الثراء. هذا النوع الثاني، وهذا النوع يتطلب انضباط، يتطلب أنه الشخص يعني يشتغل ويركز على منصب ويشتغل لما يوصل هذا المنصب حتى يصل لهذه الحالة. النوع الثالث قال أنه وجد أنه أيضا هناك أثرياء اللي حصلوا على، سماهم المبدعين، اللي هم حصلوا على شهادة في تخصص نادر، يعني مثلا زي طبيب شاطر. شفت لما يطلع لك طبيب شاطر، لما يطلع طبيب شاطر أو مهندس شاطر أو كذا، يعني يصير له يعني يتفوق ويصير عنده يعني جمهور ويصير عنده ناس كثير يقصدونه، فبالتالي يحصل على ثراء. والنوع الرابع سمى هذا النوع الطريق اللي هو طريق الأحلام، وأنا أعتبر هذا الاسم كثير قاسي، طريق الأحلام. وقال إنه هذا الطريق إنهم أشخاص اخترعوا فكرة، يعني ما هي موجودة ولا هي متاحة، اخترعوها من لا شيء، وهذه الفكرة استطاعت إنها تصل إلى كل أنحاء العالم تقريبا، تضرب وتكون فكرة مطلوبة لغالبية البشر. ويعتبر إنه الأحلام، يعتبر إنه الأحلام، طريق الأحلام هو الطريق الأسرع وأقصر طريق للثراء. وضرب أمثلة على كذا، اللي هو مثلا مؤسس الفيسبوك، مؤسس تويتر، هذول اللي أسسوا يعني شركات عبارة عن فكرة جديدة، والفكرة هذه احتاجها عدد كبير من البشر، فقال هذه أسرع طريق للثراء. والمقارنة ما بين الأربعة أنواع اللي ذكرها، إنه طريق الادخار يمكن توصل لها على آخر عمرك، يمكن تدخل الثراء على آخر عمرك إذا ادخرت، يعني كذا إيش، دولار فوق دولار ودرهم فوق درهم وكذا، يعني ريال فوق ريال، حطيتهم كذا على بعض حبة حبة، وبعدين لما تجمع استثمرت، وبعدين هذا الطريق قد يوصلك آخر عمرك، يعني متأخر لما تصير ثري، وممكن حتى ما تلحق، ممكن عيالك هم اللي يحصلون على الثراء، لكن يكون الطريق هو كان معتمد على فكرة الادخار. ويتطلب هذا العمل انضباط في إدارة المال، يعني يتطلب أنك أنت تدخر وتلتزم، وقد يكون تدخر جزء كبير من دخلك. النوع الثاني اللي هم المناصب العالية، يتطلب اجتهاد في بيئة العمل، أنك تكون مجتهد في بيئة العمل، وأنك أنت تقفز قفزات صاروخية،
ومع ذلك قد تتأخر في الوصول إلى الثراء، لكن مو زي الأول، الأول يعني آخر عمره يوصل للثراء. لكن أصحاب المناصب قد يصلون إلى الثراء في عمر الأربعينيات أو في عمر الخمسينيات، يعني لما يكونون في الخمسين ولا يكونون في الأربعين يوصلون للثراء. الأشخاص المبدعين اللي هم مثل الطبيب المبدع مثلا، يحتاج أنه يتواجد في سوق العمل ويشتغل شوية في سوق العمل بعدين يدخل للثراء. أما الحالمين اللي هم عندهم فكرة وضربت في أنحاء العالم، فإنه بمجرد ما يعني تصل الفكرة إلى نقطة معينة، يقول في نقطة معينة تصل لها الفكرة، خلاص يكون في انفجار يعني غير محدود لحالة الثراء. طبعا أنا بالنسبة لي أبغى أقول لك أنه الحالة الثالثة والحالة الرابعة أعتبرهم هذولا كلهم هي الاحتمال الأفضل. أعتبر أنه الحالة الثالثة اللي هي المبدعين والحالة الرابعة اللي هي الأحلام أبغى أسميهم الاحتمال الأفضل، وهذا يعني أنه أنت وجدت طريقك أو وجدت الفكرة اللي تعبر عنك، تعبر عن هويتك، تعبر عن طريقتك في الحياة، وهذه الفكرة أو هذه الموهبة اللي عندك هي اللي راح تأخذك إلى عالم الثراء. ذلك أبغى أعتبر أنه أقصر طريق للثراء هو الاحتمال الأفضل، هو أنه أنت تعرف وين أنت تشبك صح، وين أنت تقدر تشبك صح، وين تقدر تقدم صح. طبعا المشكلة في الاحتمال الأفضل زي ما تكلمنا قبل كذا على حالات المبدعين، انهم مرات هم ما يقدرون يقدرون ابداعهم وبالتالي ما يقدرون يوصلون لمكان معين. الشيء الثاني انه مرات الاشخاص يكون عندهم ضعف في الجسد المشاعري واضطرابات فكرية، فبالتالي ما يكون عندهم القدرة على رؤية انفسهم ومعرفة انفسهم بشكل صحيح، وهذا على فكرة لا يتعارض مع الوعي، من الممكن يكون الانسان واعي بس هو مو عارف نفسه، هو الهوية كثير تلخبطت عليه وتداخلت عليه، ومرات يكون بسبب اضطراب فكري أو اضطراب مشاعري إنه مو عارف نفسه، وهذا يخليه ما هو عارف الاحتمال الأفضل، يتوه ما يعرف إيش الاحتمال الأفضل. فهذه من العوائق الرئيسية في الاحتمال الأفضل، إنه الشخص قد يعرف احتماله لكن ما يعرف كيف ينقله، ما يعرف كيف ينقله من احتمال ما له كرت، ما له أهمية، ما له وشلون. طيب أنا طباخة وشلون أصير ثرية من خير، وشلون طيب اشرحي لي شلون أركب الموضوع، أو أنا رسام وشلون أنقل هذا الموضوع أكون ثري من خلال هذه لوحتي، يعني اللي أنا أشوفها شخصيا عادية يعني، بس يمكن الناس يقيمونها تقييم جيد. فعندهم هذه المعضلة أنه إحنا وشلون ننقل هذا إلى حالة الثراء، والمعضلة الثانية أنه في أشخاص أصلا لا يعرفون احتمالهم الأفضل. هذا يتطلب أنك تدخل اختبارات، يتطلب أنك تقرأ أكثر، تفهم أكثر لما تحاول أنك توصل، ويتطلب مرات تنظيفات. ذلك في كارما الثراء كان عندنا مادة كاملة عن الاحتمال الأفضل، كان في أسئلة كثيرة كثير أسئلة كلها عشان أنت توصل لاحتمالك الأفضل، وبعدها أسئلة حتى تتأكد أنه احتمالك الأفضل صح، أنك وصلت لاحتمال الأفضل، أنه مو شيء أنت تتوهمه.